نرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج والله أعلم. في حلقة هذا المساء بإذن الله سنستكمل الحديث مع فضيلة الإمام حول الطفل. تحدثنا في الحلقات السابقة عن تربية الأطفال، عن دور الأسرة، دور المؤسسة الدينية، دور المدرسة، دور الإعلام وإلى آخر هذه المؤسسات في تربية النشأ. اليوم نتحدث عن المنظومة التي تحدد الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في مجتمعاتنا. السؤال: هل هناك في الإسلام مظلة محددة نستطيع أن نقول بأنها تحدد أطر التعامل مع الأطفال بشكل عام، مع حقوق الأطفال على وجه الخصوص؟ كذلك كيف نتصرف في بعض المواثيق الدولية أو الاتفاقات الدولية التي تضع إطارا معينا لحقوق الأطفال، ولكن هذه بعض هذه البنود قد لا تتفق مع شريعتنا وقد لا تتفق كذلك مع ظروفنا الاجتماعية وربما مع قيمنا؟ نتحدث في كل هذه الأمور مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم فضيلة الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بفضيلتكم. أهلا وسهلا فضيلة الإمام. حقيقة يعني أنا لا أعرف، هل الإسلام وضع إطارا تشريعيا منظما موضحا لحقوق الطفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يعلمنا كيف نتفاهم مع غير المسلمين حتى لو كان هؤلاء من الملاحدة أو من المشركين، وضع لنا في هذا التفاوض مع البشر قواعد، ومنها والله ما يطلبون مني من خطة رشد إلا أجبتهم لها. يعني القضية هي قضية الهدف، قضية الغاية. ما الذي يتغياه هذا الاتفاق الدولي؟ ما الذي تتغياه هذه المؤسسة الدولية؟ حماية الطفل من التمييز بناء على اللون، على الدين، على الحالة، معوق أو غير معوق، على الجنس، ولد ولا بنت، على الأبوين، فقراء ولا أغنياء، أصحاب سلطة ولا لا، وجهتهم في المجتمع إلى آخره. احنا موافقين؟ لا والله، لا يعرضون، لا يعرضوا علينا خطة رشد إلا أجبناهم إليه. لأنها تتفق مع ما نعتقد به أو ما نعتقد فيه، نمرة واحد. لا. ولأنها لعمارة الأرض أكيد، للحفاظ على إنسانية الإنسان. لا. للشعور بأننا أدميين. لكن بالشكل ده إن هو يأتي لي بما يخالف هذا من بعض مراضاته، فهذا هو الذي سوف نعترض عليه. لما تيجي مش عارف اسمها ايه دي المنظمة، هيومن رايتس ومش عارف هيومن ووتش والكلام ده، وبعدين يقول لي انا لا اريد، اولا ياخدها واحدة واحدة، انا اريد الطفولة لغاية 18 سنة. طب 18 سنة الواد بلغ عنده 12، يبقى ديله بلغ 6 سنوات، لا تؤاخذوه في اي جريمة جنسية، يعني بدعوه الى الاغتصاب يعني. الله، احنا اللي بنحمي الاناث وبنقول ما حدش يقرب ليهم والتحرش غلط وهو انسانيا مش اسلامية، جاي يتيح للولد سن 18 سنة ليومين انه يقوم بالاغتصاب ويطلع كده ويروح؟ طفل لسه، وفقا للموثقة الدولية طفل، طفل غير مدرك يعني. يبقى احنا هنا امام غباوة وامام جهل، واحنا لا يعني في ديننا يعني او في وطننا او في شرقنا المبارك الذي علم العالم الادب والاخلاق والديانة، كل الانبياء عندنا هنا في المنطقة بتاعتنا، لا نتأخر في ان نقول انت غبهل. ايه غبهل دي؟ غبهل، غبهل، غبي وجاه على بعض كده، دخلته في بعض، انت غبي وجاهل البعيد. ايه دي؟ ايه قلة الحياة وقلة الديانة دي؟ انت عايز ايه؟ انا عايز اغير مجتمعك
بأنك تبيح الاتصال الجنسي في غير مواثيقه وفي كلمة الأدعى. وإحنا بنجوز الأولاد بنقول إيه؟ زوجتك مش عارف على كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله وقدام الناس، والناس قاعدة تزغرط وفرحانة. عايز تحول ده إلى هذا البلاء اللي انتوا بتريتوا بيه وحتى ما انتوش عارفين تمشوه. صحيح. فإذا أيوه هنعترض. ليه؟ بناء على إيه؟ انت كده بتعترض على حقوق الإنسان. نعم، هي حقوق الإنسان هي اللي في مخك، سواء أكان قذرا أو نظيفا، حقوق الإنسان هي المتفق عليها، وأنا جزء من الاتفاق. يجي لي بعد شوية يقول لي الشذوذ الجنسي من حقوق الإنسان. لا، مش من حقوق الإنسان، دي من حقوق قلة الأدب وقلة الديانة والتجرمة. لا، مش من حقوق الإنسان. لماذا؟ واحد عايز يعمل كده. أيوة، ده مش من حقوق الإنسان. في فرق بين أن تبيح له أنت أيها الفاسق من تريد فسادا في الأرض، تبيح له السلوك، وفي فرق أن تجرم من يعترض. يعني لما جاء ربي ابني على أن يكون سويا كما خلقه الله، أبقى مجرم؟ لا، أنت البعيد اللي مجرم، وده ما ولا يهمنا ولا يهمنا. ولذلك المواثيق الدولية على العين والرأس، ولما تمسك المواثيق الدولية دي وتقراها تلاقي مادة واحدة بس زائد بند من مادة تانية زائد مادة تالتة على استحياء قيل وقيل هي المخالفة. وبقية البتاع كلها احنا موافقين عليه، 80 مادة 90 مادة احنا موافقين عليه. المادة الأولى مخالفة للقوانين، ما أنا لازم أعمل القوانين. المادة الثانية مخالفة، يعني أنت عايز تطبعني غصب عني بحقوق إنسان وهمية على ذهنك. مرة كنت بدي محاضرة في أمريكا، وبعدين قال لي المنظم بس أرجوك ما تضربش مثل بالشذوذ لأنهم يزعلوا منك. يعني وصل الحال الى جمهور السامعين انه تقرر عندهم خلاص ان الشذوذ ده حاجة كويس، يبقى معاداة الشذوذ او معاداة الشواذ، معاداة الشذوذ يبقى تخلف. طبعا. طيب، بتوع وات شذول وهيومن رايتس بيقولوا ايه؟ امتى يا ربي، امتى يا ربي يبقى مصر كده؟ مش هتبقى ان شاء الله، مش هتبقى. مصر اللي علمت الناس الادب والاخلاق والديانه مش هتبقى كده يا رايتس. نعم. ولا يا كذا. فاحنا بتسالني سؤال، هو في حقوق للطفل في الاسلام؟ ايوه. وتعمل مواثيق، سواء كانت المواثيق دي عملها مثلا ميثاق الطفل ده عملتها هيئات اسلاميه عالميه، او عملها مثلا مجمع الفقه في جده، او عملها مثلا واقر عندنا في الازهر. نعم. وثيق. نعم. بس متشال منها ايه؟ ايه الفرق بينها وبين وثيقه الامم المتحده او مسوده وثيقه الامم المتحده؟ نعم. بندين من ضمنهم ان احنا نسمح للطفوله اللي هي 18 سنه الا يومين بارتكاب الجرائم الجنسية وما نعاقبهمش عشان هم أطفال، وأهل البنت بقى يتحرقوا ويأكلوا. مع أن البنت دي طفل، هي في النهاية هي طفل برضو، لازم يصالحها القاهرة. طفل ولا مش طفل؟ ما هو يعني ممكن يمارس مع حد أكبر منه، مع حد أكبر منه، حد أصغر يعني. فتكون بالشكل يا أخي كلام سخيف ومش متسق حتى بمقاييسهم. نعم. ولذلك احنا بنقول لا، واحنا مش مكسوفين، احنا مش متخلفين، احنا متقدمين قوي. نعم. نعم. من الناحية الانسانية. نعم. ممكن اكون جبت دي من هنا، بس التقدم مقياسه ايه؟ انا بحافظ على الانسان. طب. انا بحافظ على كلمة الله. انا بحافظ على عمارة الارض. انا بحافظ على تزكية النفس. انا بحافظ على السلام الاجتماعي. ولست خجلان كما يريد ان يصل بنا ان نكون في موقف الدفاع دائما. أكيد. لا،
نحن في موقف البيان، لا بنهاجمهم ولا عايزين منهم حاجة، ولكن نحن في موقف البيان، لا الهجوم ولا الرد. ما الذي في الإسلام موجود والموجود ومواثقه جاهزة وفي أمانة الله؟ طيب أساسا فضلتك بعد الفاصل تبين لنا وتعلمنا ما هي أهم هذه الحقوق، خاصة أن هناك حقوق مهدرة للأطفال في هذه الأيام. نرى الأطفال، أطفال الشوارع يملؤون الشوارع، التقديرات أنهم بأرقام كبيرة جدا للأسف ولا يمكن حصرها. فبالتالي نود أن نتعرف من فضلاتكم بعد الفاصل على أهم حقوق الأطفال وما هي أبرز الحقوق المهدرة من وجهة نظركم بعد الفاصل إن شاء الله. ابقوا معنا. الاتفاقيات والمواثيق الدولية هي خلاصة ما اتفق عليه دول العالم وحكومات العالم لتوفير الحماية الخاصة بالأطفال في تشريعاتها الوطنية وفي سياساتها الداخلية لتطبيقها. طريقة التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية بتراعي طبيعة الأديان والقيم والعادات والتقاليد السائدة في البلدان. يعني لما بتبقى في اتفاقية دولية بيتم مناقشتها داخل الأمم المتحدة، من ضمن داخل الأمم المتحدة بيشارك في المناقشة، بيوافق من حيث المبدأ أو يرفض من حيث المبدأ، بناء على أنه بيبعت الوثيقة لدولته ودولته تناقش الوثيقة وتحط رأيها المبدئي فيه، ثم يتم عرضها على المؤسسات الدينية والمؤسسات التشريعية في البلد للموافقة عليها، ثم تعود لرئيس الجمهورية للتوقيع عليها. قبل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ما كانش عندنا قانون موحد لحماية الطفولة في مصر. بعد التصديق على الاتفاقية تم تكليف فريق من القانونيين والمستشارين في مصر لإعداد مشروع قانون عن طريق لم جميع المواد القانونية الخاصة بالأطفال في التشريعات كلها ووضعها في تشريع واحد سمي بالقانون 12 لسنة 96، وهو أول قانون موحد لحماية الأطفال في مصر. إشكاليتنا مش التشريعات، إشكاليتنا هو التفعيل والتطبيق الفعلي لهذه التشريعات. مع الأسف التشريعات ما زالت حبر على ورق وما حصلش أي تفعيل حقيقي لهذه النصوص على أرض الواقع إلا في حالات بسيطة جدا من خلال المجتمع المدني وتطبيقه للقانون عن طريق الوحدات القانونية اللي موجودة فيه. يعني إذن من خلال حديث الأستاذ هاني هلال وهو أحد المتخصصين في مجال حقوق الأطفال يوضح بأن هذه المواثيق تعرض بالتالي على الشعوب، وحينما تقوم الأمم المتحدة بصياغتها تعرض على الشعوب ولا حق التصديق وبالتالي النقاش في هذه البنود. هو في الحقيقة طبعا قاله الأستاذ هاني هلال أقدر أقول عليه أنه هو مظبوط، ولكن أقدر أيضا أقول أن هذا الضبط نسبي. نعم. إحنا كنا ماشيين كده، وما زال هناك جدلية ضخمة جدا من هذه القوى التي تحرك هذا المعنى، وهو معنى تغيير مفاهيم العلاقة بين الرجل والمرأة وهي أساس الاجتماع البشري بما فيها الطفولة، التغيير الجذري من وجهة نموذج معرفي معين. هذا النموذج المعرفي لا علاقة له بالدين، لا علاقة له حتى بالمصالح، إنما هو له علاقة بالحرية الفردية. تنبهوا إلى أن الدول الإسلامية، عندنا 56 دولة إسلامية، بتعترض وتتحفظ، فجم واحنا هنا تحفظنا على مادة او اتنين، وثيقة المرأة تحفظنا على مادة او اتنين وهكذا، وده بناء على زي ما بيقول السيكونس ده او الترتيب، انه بتتبعت الوثيقة بتتعرض على الكنيسة وعلى الازهر، بتتعرض على اللجان التشريعية عندنا في مجلس الشعب، لان الوثيقة دي لا تعتمد الا بعد تصديق مجلس البرلمان عليها الى اخره. صحيح. فبنعمل كل الخطوات دي وبنعترض وبنعمل كذا وبيستجاب لهذا الاعتراض. تنبهوا، ايه ده؟ طب وعملنا ايه؟
ده الفساد اللي احنا عايزينه يحصل. هم عاملين له فلتر كده كده. فلو سمحتوا الوثائق بعد كده اللي هتطلع تطلع غير قابلة للتحفظ. طب يعني ايه غير قابلة للتحفظ؟ قالوا لنا يعني توافق يا ما توافقش. طب مش هوافق علشان المادتين دول. هو بيقول لي في 80 مادة انا موافق على 78 بس حاطط السم في العسل في كذا. بيقول لي لا توافق على 80 ولا لا؟ تقول اي او لا. مفيش حاجة اسمها او لا او تحفظ، لا مفيش الكلمة دي، عايزين نلغيها. قلت له وبناء عليه؟ قال لي يبقى انت خارج عن مراعاة حقوق الانسان. فيحصل ان احنا ندبر ليك فيما يسمى ويطبخ الان في الامم المتحده قانون اسمه قانون مخالفه حقوق الانسان. وانا لاني مش موقع يا دوله فلانيه مصر او غيرها يبقى انا مضاد لحقوق الانسان زي ما بيعملوا مع الصين كده حاليا يعني. واخد بال سيادتك؟ مع الصين مش سائله فيهم قطر ماشي مظبوط، وكله ده عشان الانتاج طبعا. ولذلك بنقول يا جماعة العمل 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 هو اللي هيعملك صحيح. لأنك لن تكون قويا في الخارج إلا إذا كنت قويا في الداخل. فالمهم الحاصل أدي الفكرة اللي موجودة دلوقتي طبعا. وهي محل ضغط رهيب على الدول مش على مصر بس، بأنه مش هيبقى في حاجة اسمها تحفظ. وإحنا قاعدين نفلفص منهم وهم قاعدين يضغطوا، وهو نوع من أنواع الصراع الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينتهي لصالحنا إن شاء الله. لكن هم واخدين بالهم أن أنت لما بتتحفظ بتفلتر الحكاية وبتحول الأمور إلى حاجة عادية، يبقى هتفضل كده فاضل على دينك وثقافتك وأدابك وسلامك الاجتماعي. طب أنا مش عايزك يا أخي تعيش في السلام الاجتماعي، أنا عايزها تتشعلل عندك. إحنا عبال ما غيرناها في الغرب قعدنا 200-300 سنة عبال ما غيروا بهدوء، لكن انا عايزة تشتعل عندك. ادي وجهة النظر اللي احنا بنتأسى وبنقول لهم انتوا كده ضد مصالحنا. احنا بقى هنمشي مع وطننا، هنمشي مع مصر، هنمشي مع ما يحقق السلام الاجتماعي في هذه البلاد. طيب فضلت إمام، ما هي أبرز الحقوق المهدرة للأطفال التي أدت في النهاية إلى ما نرى الآن؟ نرى الآن أطفال في الشارع، من أطفال الشوارع نرى أطفال من جامعي القمامة، نرى أطفال في كمائن الطوب أو كمائن الطوب مصارع الطوب بيشتغلوا فيها في ظروف غاية في القسوة وما إلى ذلك الآخر، هذه الصناعات الخطرة على الأطفال وظروف غير الإنسانية. فبالتالي السؤال، ما هي أبرز الحقوق التي نتناساها بشأن الأطفال الآن في مجتمعنا؟ أول حق هو الحق في الوجود، والحق في الوجود من أجل ذلك عندنا يحرم الإجهاض، بنحرم الإجهاض بعد نفخ الروح 4 شهور دول نحرم الإجهاض، فأنا برعي وهو جنين. الحق في الوجود بيتمثل أيضا في الحق في الصحة. الأولاد دول بينزلوا الحضانة مش لاقينها، أو الحضانة فاسدة، أو مش راضية تشتغل، أو كهرباء تقطع هما في الحضانة، أو كهرباء تقطع أثناء الحضانة، أو إن ما معهوش فلوس الحضانة كتير. يبقى إذن أدي حق من الحقوق المهدرة التي يجب على المجتمع أن يتصرف بها. الولد بيكاكي أو بيصوت فيبقى لازم يدخل في حضانة، أبوه ما معهوش هيعمل إيه يعني؟ مش هيدخل فهيموت. يبقى إذن الحق في الوجود نقدر نقول نمرة واحد الحق في الوجود. الحق في الوجود تجلت الشريعة بتحريم الإجهاض، تجلت الشريعة أيضا بالرعاية والعناية، ولذلك أوجبت الإرضاع لمدة 2 علشان الولد ياخد فرصته من الغذاء المناسب وأخوات الغذاء، المسكن، الكساء. نمرة 2 الحق في التعليم بمفهومه الواسع اللي بيضم التلقين المعلومات، اللي بيضم ايضا التربية. التعليم الواسع اللي هي التربية والتعليم كنا زمان نسميها المعارف، اللي بيضم التدريب ايضا على 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 الاشغال، على الاشغال. يبقى اذا في حق الوجود هيتجلى فيه
الإجهاض وحرمته هيتجلى في الرعاية الصحية في الصحة كلها مع الولد لغاية ما يكبر، هيتجلى في البعد عن أماكن الخطر، عدم الدخول في الحرب، ما نستعملش الأطفال في الحرب زي العيال الإرهابية دلوقتي ما بيعملوا. يبقى ده، وقول بقى كتير هنا في الحتة دي. ونمرة اتنين، الحق في التعليم بمفهوم الواسع اللي هو التربية، اللي هو يسموه في الإنجليزية education. education دي مش learning، ما هياش التعليم بمعنى التعليم، لا ده education دي عملية تربوية يدخل فيها القيم ويدخل فيها المعلومات ويدخل فيها الملكات. صحيح، مكون سلوكي وجداني معرفي. لما اجي بقى علشان احقق ده، فقال لي روح اتجوز لما تكون قادر على النفقة، واذا ما كنتش قادر على النفقة صوم، فان الصوم له وجاء. رحت اتجوزت، وبعدين رحت اتجوزت تاني وانا ما معيش فلوس، وبعدين جمعتهم هما الاتنين في اوضة واحدة، ابتديت ارتكب مخالفات شرعية اخرى، بعدين ضربت من دي 11 ومن دي 11، ال 11 كلهم ساكنين في ذات الاوضه، فبديت العيال مش لاقي حد تنام فيها، ففروا. الولاد اللي في الشوارع دول قسمين، القسم الاول هو من فر من اهله لاسباب كثيره، من ضمنها ان الاب غاب، من ضمنها انه كثير العيال فراحوا، من ضمنها انه دوله قطاء، من ضمنها انه فقراء فراح الولد يدور على رزقه وكذا الى اخره، من ضمنها ان الراجل طلق الست دي واختفى، حاجات كتيره جدا اسباب. لكن العيال دي اللي هي النوع ده عارفه اهاليها فين. النوع الثاني هو الجيل الثاني لاطفال الشوارع. صحيح صحيح، اتخلفوا في الشارع. صحيح، من نتاج اب كان من اطفال الشوارع لما كبر، وبنت كانت من اطفال الشوارع وكبرت، فخلفوا العيل ده اللي هو ما يعرفش مكانه فين. ده عمليه رهيبه جدا. احنا اساسا فضلتك نفرد حلقه بعد اذنك لاطفال الشوارع، ملف اطفال الشوارع والتعامل المجتمعي والتعامل الدوله معاك. بتسالني اطفال الشوارع دول اسبابهم ايه او راح منهم ايه؟ راح منهم كتير، راح منهم الاسره. يبقى نقدر نقول نمره ثلاثه بالاضافه الى الوجود والى التعليم حق الاسره. فالاسره حق للولد للطفل يجب علينا ان نراعيها. في مفاهيم بقى مغلوطه كثيره جدا، منها هذا المفهوم للتعدد، تعدد الزوجات، هذا المفهوم لقضية الطلاق، هذا المفهوم لقضية العمل، هذا المفهوم لقضية النفقة، متشعبة. وزي ما حضرتك بتقول ان وصل الامر اولا الى حد الخطر، ثم الى حد الانفلات، بحيث انه ما اعرفش هو كم طفل في الشارع. مظبوط. في بعض الامور ملتمسه على الاباء والامهات، يعني البعض بيقول ايه مثلا، ام عمر على الفيسبوك بتقول انا ساعات لما اولادي ما يسمعوش كلامي بضربهم وبشده، هل ربنا هيعاقبني على كده؟ هنا جزئيه في الامام، حق الاب او الام في تاديب الاولاد، هل يمكن ان يتجاوز هذا الحق ويصل الى مساله التاديب بالتعنيف وبالضرب؟ هل المولى سبحانه وتعالى سيحاسب الاب والام على هذا الامر؟ ايوه طبعا، لانه ده خلي بالك، اصل في تاديب وفي عقاب. العقاب ده ممنوع، الطفل ده عايز مننا حنيه، امواج من الحنيه. وساعات واحنا بنتكلم في التربيه ويقول لك اصله شبعان، الطفل شبعان حنان، انا عايز هو دي. ان الطفل ده ينضح حنانا من شبعه من الحنان، انا عايز الشبع من الحنان. اما التأديب فقلنا قبل كده ان له صور كثيرة، من ضمنها الحرمان من المصروف، ولا الحرمان من الفسحة، ولا الحرمان من اللعب، ولا الحرمان من انه يتفرج على كرتون ولا حاجة، ولا انه هو وكان زمان عندنا حرمان من العشاء، يقول له كده طب ما انتش هتتعشى. دلوقتي العيال ما هيش عايز تتعشى علشان عندهم
البطاطس اللي بيعملوها هدية والجانك فود ده. فإذا كل عصر له أكيد حاجاته طبعا طبعا. الإجابة بقى هل أنا آثمة لما بضرب ابني الضرب المبرح ده؟ أيوة آثم. أيوة أنت آثم بس مبرح بين هلالين، لا يكون مبرحا وإلا يكون تأديبا. نعم. اللي هو كخة وبعدين ده لابد منه وموجود في كتب التربية هذا اللي هو الذي لا يصل الى مرحلة العنف. نعم. الذي لا يصل الى مرحلة الإيذاء البدني. نعم. الذي لا يصل الى درجة انه يشرخ النفس من جوه. صحيح صحيح. واخد بالك ازاي؟ صحيح. إيه حفيدتي وهي صغيرة فزعت فيها بس يا بنت لانها بتعمل حاجة غلط، فبصت لي كده وتقايت بالظبط. حصل عندها تأثير نفسي ضغط عليها ما بطنها قلبت. مظبوط. ده تجري عليها بقى وتطبطب عليها وتحضنها وتديها بقى ايه جرعات الحنان. صحيح. اللي بتقول لها لا الزعيقة دي مش للدرجة دي. أي. وإلا تطلع فيها مياصة. لكن دي مش احنا مش عايزينك تبقي ميصه، بس عايزينك تواجهي المشكلات وتواجهي الحياه بشيء من النفسيه القويه. تيجي ازاي؟ بالحنان ده، لانه هي افتكرت ان هذا الزعيق بعديه انه مثلا حد هيتبعها مثلا. واخد بالك؟ فرعبت لانه ده من الرعب. وما كانش الزعيق جامد يعني، بس هي فاهمه كده. لازم تفهمها عكس كده بانك تحطها بقى في حضنك وتطبطب عليها وتقول لها ده انا بهزر معاكي. صحيح. قمت تتعود ان لما تسمع القدر ده من الصوت تحطه في حجمه. تحطه في حجمه. دي تربيه. تربيه تحتاج الى مننا الى معاناه. وهي الست بتعمل ايه؟ بتربي اولادها بالمعاناه ده. بتصبر على هذا. وهي بتحبهم. فتاخد وتدي معاهم تعمل وكذا الى اخره. وده طبعا طبيعه ربنا خلقها فيها. طيب قبل ما نطلع الفاصل بس في سؤال لفضيله الامام. في بعض الموثقة الدوليه بتدي للابن حق الاتصال بخط نجده الطفل او بالشرطه يجوا ينقذوه في حاله تعدي الاب او الام عليه بالضرب، وبنشوف حتى ده في افلام اجنبيه كتير. هل فضلتك بتؤيد هذا الحق؟ لان في اباء بيتجاوزوا وللاسف بيوصلوا الى حد القتل لابنائهم. طبعا اذا وصل الامر، انا ما بقولش الاطفال يعملوا كده لان عمر اولادنا ما عملوا كده واحفادنا ما عملوا كده. ليه؟ لان الحنان موجود ابتداء. لكن زي ما بتقول حضرتك ان في حاله معينه وهذه الحاله وصلت الى الايذاء البدني، لا لازم يستغيث الطفل. يعني خط نجدة الطفل ترى بأنه يمكن للطفل بأن يستنجد بهذا الخط. وأنا أرجو من الإخوة الصحفيين بتاع مش عارف اليوم السادس واليوم السابع إن هم ما يكتبوش بقى مفتي جمهورية السابق يقول إنه مش عارف على الأطفال أن يتصلوا كده. لا خلص. نأمل يعني. لا هم زمان برضه أفاضل يعني. نعم هم أفاضل وكل حاجة، بس نرجو نأمل منهم أمانة الكلمة مش يعني. كده أمانة الكلمة وأمانة المعلومة. أمانة الكلمة وبناء المجتمع. نعم. يعني صحيح. بلاش حكاية الإثارة، خلينا في نطاق الإنر. بارك الله فيكم في الإمام. أستاذن حضراتكم ونخرج إلى فاصل قصير، وبعد الفاصل هنجيب هنستعرض بعض من إجابات حضراتكم على سؤالنا على الفيسبوك، كيف ترى وضع الأطفال في مصر؟ وهل تؤيد تطبيق المواثيق الدولية للطفولة؟ ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم برضه عشان محدش يفهمني غلط. يعني الابن لما يتعرض لايذاء متكرر كان جسدي، بنشوف للاسف اباء بيعتدوا جنسيا على بناتهم للاسف. لا لا تصل الاخوان الاخوات. يجب على الطفل حتى ما دام مميزا. نعم. ان يستغيث. نعم. نعم. باي حد طبعا. نعم. لان دي جريمه. نعم. صحيح. وجريمه يعاقب عليها مش الشرع فقط. الشرع والعرف، وكما انها جريمه ضد الانسانيه. صحيح. ففي هذه الحالة
نجيز. أما المجتمع بتاعنا الحمد لله رب العالمين هو لم يصل إلى هذا الحد. وانت عارف ليه؟ أصل دي كانت بيعملها مقايضة، ولذلك تلاقي العين من دول أول ما وصل 16 سنة ولا 17 ولا 18 سنة بتاعتهم راح يتحمل الغرم بالغرم، يعني يروح يشتغل ويبقى أبوه ملياردير وهو بيشتغل في بنزينة، أو في جراج أو في مطعم بيغسل الصحون. لكن هنا لا، ده هنا العيال بتاخد حتى وهم عندهم أولاد وكذا إلى آخره، فبيشعر بحميمية مع هيروح يشكي إزاي. واخد بال سيادتك؟ الغريب أن بشرا من البشر يريد تغيير عوايدنا وما نحن نجد إنسانيتنا فيه. أنت ملك ومالي، أنا مبسوط كده والولد مبسوط كده والبنت مبسوطة كده والزوجة مبسوطين كده، أنت عايز تغيرني لأن أكون شيئا؟ ليه؟ أنا إنسان ولقد كرمنا بني آدم. الخلاف اللي بيننا تشيء الإنسان، هو أنا مساوي للبقرة والشجرة ولا أنا مكرم من عند الله؟ لا. أنا بقول أنا فرحان كده والعيال فرحانة كده، العيال بقى هترفع السماعة إزاي وتتصل بالرقام إذا كان هي في الكنف أبد الأبدين. ولذلك ابتدوا يربوا الكلاب والقطط والفيران والسحالف. ليه؟ يقولك ده أحسن من العيال اللي بيتصلوا بينا. يعني هي تجربة فاشلة، ما هيش تجربة كده. لكن تجيلي بقى هناك لما يكون في رقم ولا بتاع والولد قال الحقوني ده بيموتني أو هيموتني أو بيهيد أو حبسني، ده في ناس حبست ولادها أو اعتدى عليه أو كذا، أو ده مجرم، ده راجل مجرم. وده حصل، الاستعانة بالسلطة حصلت. حديث مرة قلناه في حلقتك انه عمر بن الخطاب جاله الراجل يقول له ده ابني عقني. صحيح. قال له طب اساله مسميني بجهراء. صحيح. ومحفظنيش آية ولا علمني مهنة. صحيح. ولا عمل حاجة. قال له لقد عققته قبل ان يعقق. نعم. فاذا لما يرتكب انسان جريمة مثل هذه لا ساعتها نجيز هذا، بس الحمد لله ان مجتمعنا خارج هذا النطاق او ما زال. بارك الله فيكم فضل الامام. اسمح لي نتحول الى اتصالات حضرات سادة المشاهدين. الست هدى اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عمرو؟ يعني بارك الله فيك في البرنامج الممتع اللي انت يعني بتقدمهم لنا. ويا ريت انا ما بقدمش حاجه والله، هو فضيله الامام احنا بنتعلم منه كلنا يعني. وانا يعني بسلم على فضيله الامام الكبير اللي كرم الله وجهه يا رب ويزيده من علمه علشان يعني نتعلم منه. الله يخليك، اتفضلي. الله يخليك. انا ليا سؤال يا فضيله الامام عن العمره. انا عملت عمره قبل كده ورايحة بإذن الله أعمل عمرة، فهعمل العمرة أحرم لنفسي وأحرم لناس كمان معايا عشان أنا هعمل عمرة ليا والناس تانيين، منهم واحدة من الأحياء والباقي الله يرحمهم. فيعني يا ريت حضرتك تفيدني عشان أنا بمشي ورا كلام حضرتك بصراحة. حاضر. وربنا يكرمك يا رب ويزيد يزيده من علمك يا رب. شكرا. بارك الله فيكي. استاذه ليلى اتفضلي يا فندم. ايوه مساء الخير. مساء الخير. من فضلك يا فضيلة الشيخ، انا كنت عايزه حضرتك في موضوع مهم جدا ومش عارفه له حل ومش عارفه اتصرف ازاي، محتاجه اكلم حضرتك يعني. طيب حضرتك سيبي رقمك في الكنترول. شكرا. ضروري جدا والله. حاضر. حاضر. شكرا لحضرتك يا استاذه ليلى. ست ام كريم اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياتي لسيادتك وفضيله الامام. اهلا بحضرتك. ازيك يا مولانا؟ اهلا وسهلا. انا برجوك يا مولانا بالنسبه لسن الاعتبار القاصر اللي هو اقل من 18 سنه مع انه يقتل ويغتصب وفي نهار رمضان وخلف ومش قادرين ناخد حاجه، فانا عاوزه رقم تليفونك اتواصل مع سيادتك وعاوزه مساعدتك في ان احنا نغير الفقره 111 اللي نزل عليها التعديل بتنذير ان القاصر اللي اذا ارتكب هذه الجريمه وهي عقوبتها الاعدام فينزل لسن 15 سنه وبعد كده بيطلع عفو يا سياده الامام، وبتبقى العائلات كلها مقصوره ومنهاره والولاد. انا يا سياده الامام عاوزه اقابل سيادتك انا واخواتي البنات
هنوريك بس يا سيادة الإمام اعترافاته اللي هي خالته اللي هو وهو وعنا بالبشاعة في بس في محضر التحقيق قبل حتى لسه مجرد المناظرة بس المبدئية للطب الشرعي رغم ان التقرير النهائي لسه ما جاش. عاوز اقابل سيادتك ورجاء من سيادتك انت والمشايخ لان ده حتى كمان بيخالف شرعنا وديننا وده بيصطدم مع شرعتنا وسيادتك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام خلى سيدنا اسامه يرقص الجيش وهو في هذه السن او اقل وكان في جيش المسلمين ما فيه ولما توفى سيدنا رسول الله ذهب على سيدنا ابو بكر وانت اعلم وانا قشره وسيادتك جوهره في هذا المكان. حاضر يا ست ام كريم حاضر رجاء تحت امرك حاضر اكلم سيادتك عاوزه حاضر برضو يا ام كريم سيبي رقمك في الكنترول لو سمحت. حاضر يا ست ام كريم حاضر يا فندم. هل في تليفونات تاني معنا؟ طيب فضل الإمام بالنسبة للست هدى يعني بالنسبة للإحرام تحرم لنفسها وللي موصينها ولا تحرم لا ما ينفعش التشريك في الإحرام نعم ما ينفعش احنا بنروح تنوي الست هدى الإحرام عن نفسها لبيك اللهم بعمرة وتروح تؤدي العمرة في أمانة الله وبعدين تدعي بقى اللهم هب ثواب ما فعلت خلاص هي الأصل بتاعها هي هدى لفلانة وعلانة وتركان وسلان والحي والميت هب مثل ثواب ما فعل أم ربنا ميت دعاء ده يودي الثواب للناس دي القضية التانية ان هي وهي هناك حبت تعمل عمرة لوحدة ما عملتش عمرة قم تقول لبيك اللهم عن فلانة سواء كانت حية أو ميتة بس الحية دي لازم تكون معضوبة معضوبة يعني مريضة يعني مش قادرة تسافر يعني خلاص اتحبست عندنا هنا لمرضها لكبر سنها أو لمرضها تخرج إلى مسجد عائشة وتنوي الإحرام وتدخل بعمرة جديدة يبقى إذن في اليومين الثلاثة اللي هتقعدهم في مكة ممكن تعمل لها عمرتين ثلاثة مش يعني ممكن يكون الفصل الزمني قليل ما بين العمره والتانية نص ساعه نص ساعه بس آه. تخلص عمرتها هي الاول تخلص عمرتها وتتحلل وكل حاجه تطلع على مسجد عائشه تنوي العمره تانية وترجع تمام وفي هناك وسائل مواصلات يقول لك اوصلك لغايه الحل ده مظبوط العمره عن شخص ميت كذلك برضو هي نفس الاحكام دي هي العمره اصلا اذا كان الشخص الميت ما عملش عمره معنى العمرة خلاص ما نعملوش نعم لكن ما عملش عمرة يبقى نعمله نعم فهي أصلا عن الميتين ألحق بهم من حبسوا بالمرض نعم لأنها نعم. قالت لي إيه واحدة حية والباقي متوفين آه. المتوفين دول إذا كانوا حج واعتمروا خلاص ما لهمش عمر الست دي المريضة نعم. شفاها الله برضو اعتمرت خلاص ما عليهاش عمر نعم. يبقى أنا هعمل عمرة عن نفسي واقعد ادعي بقى نعم. لكل من نعم. احب نعم. بان ربنا يوصل الثواب ده نعم. لمية نعم. اقول المية اللي انا عايزه طيب على الاس ام اس اسماء بتسأل حضرتك هي بتستخدم طلاء الاظافر وفي بعض الاحيان نتيجة لظروف عملها لا تستطيع ازالته يوميا من اجل الوضوء فماذا تفعل لو تبقى بعضه على الظافر او الظفر نمرة واحد انها تحرص انها تكون متوضية علشان لما الصلاة تدركها تصلي او دي طريقة نمرة اتنين نجيز لها انها تصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء عشان ما تسيبها ما تسيبش الصلاة ده مش استهانة بالصلاة ده تأكيد لحرمة الصلاة وقدسيتها فتعمل كده بحيث ان هي تزيل هذا نمرة ثلاثة إنما تحط في حاجات حديثة خرجت شفافة لا تمنع الماء احنا كله ده فيما لو منع الماء تحطه وتتوضع عليه نعم. فما يجراش حاجة لأنه ما بيمنعش وصول نعم. الماء إلى الظفر عامل زي الحنة كده وعامل زي الحاجات دي يعني مجرد قطعة صغيرة على الأظافر بتالي تفسد الوضوء لو لم عند جمهور العلماء كده نعم. تفسد الوضوء كان تفسد الوضوء عند جماهير نعم. العلماء نعم. كان سيدنا الشيخ زكي الدين ابراهيم رحمه الله تعالى لما لقى انه يعني
ضعف الـ 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 الالتزام، ضعف الإيمان وضعف الالتزام موجود في كثير من السيدات، كانوا لا برضو صلي، يقول لها برضو صلي، لكن الفقه المكتوب اللي موروث لا موجود انه ده حائل يمنع صحة الوضوء. نعم. الأستاذ عبد الفتاح فؤاد رقم آخره 56 بيقول لفضلتك: الحكمة من عدة الأرملة بأنها 4 أشهر و10، أما عدة المطلقة فهي 3 أشهر فقط. ما أعرفش، دي حاجة تعبدية ربنا قال لنا كده، فما حدش يعرف. إيه 4 شهور و10 أيام؟ إيش معنى؟ وإيش معنى دي 3 حيضات؟ الـ3 حيضات ممكن تيجي في 62 يوم، وممكن تيجي في 3 شهور، وممكن تيجي في 6 شهور، كل شهرين تحيض مرة. فهنا 3 حيضات، وهنا 4 شهور و10 أيام، وهنا ده تعبد، ده عبادة. واخد بالك؟ اشمعنى بغسل وشي الأول وبعدين إيدي وبعدين أمسح راسي؟ طب ما أغسل راسي برضو. نعم. طب اشمعنى ليه ما توضاش مره واحده في اليوم وتوكلنا على الله؟ ربنا اراد كده. صحيح صحيح. كل ده بيسموه ايه؟ العباده. فخلينا تملي ناخد بالنا من المعنى ده، دقيق جدا. وعليه سميت الصوره الاولى دي سوره البقره. سوره البقره، لانه قال ده عباده، نفذ الامر. بلاش اللكاكه بتاعت بني اسرائيل، ما هي وما لونها وبتاع. كان كل ما شدد الله. فلماذا هذا؟ عباده بتاعت ربنا. وبيقول لي الست تبيت في البيت ما تلتزمش. ليه؟ اشمعنى يعني عباده وما تروحش الحج؟ ليه؟ لان ثواب بقائها في البيت، ما بيتها في البيت اعظم من الحج. يا اللي هو ركن. ايه ده؟ يبقى دي بتاعت ربنا. وعلى فكرة أغلب أحكام الزواج بتاعت ربنا. بمعنى أنه المسيحيين يسموها إيه؟ سر من أسرار الكنيسة. هي اللي هي إيه سر من أسرار الكنيسة؟ يقول لك ده مسألة لاهوتية. لاهوتية يعني إيه؟ اللي إحنا بنسميه عبادة. عبادة هو نفس المفهوم يعني. عبادة. وفي كل الأديان كده، في اليهودية والمسيحية والإسلام. بكلمة يعني. ها؟ بكلمة. بكلمة بين الزنا وبين الحلال، بين الحلال والحرام. كلمة. قبل ما يقول زوجتك أختي ولا بنتي ولا كذا حرام، وبعدها حلال. يعني إيه اللي حصل يعني؟ إيه اللي حصل في الجسد البشري؟ مفيش حاجة. ولذلك لما أنكروا الله أباحوا الرفع، وأباحوا الزنا، وأباحوا كذا. ما فيش حاجة تمنع من هذا إلا الله والخوف من ربنا سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر. أكيد. بارك الله فيكم. اسمحوا لي بس في عجالة أقول إجابات حضراتكم على سؤالنا على الفيسبوك: كيف ترى وضع الأطفال في مصر؟ وأيضا هل تؤيد تطبيق المواثيق الدولية؟ سلوى بتقول: أهتم بالطفل من المنبع، بمعنى أعطي للأم أبسط حقوقها، الأمان في معيشتها، هطبق في القانون الرباني قلبها وهو أكبر وأضمن من مواثيق العالم. حنين محمد بتقول: الأطفال في مصر بيعانوا ظلم كبير مما يشاهدوه في التلفزيون من برامج وأفلام في منتهى الانحطاط، على قول حنين. نوني أصمت بتقول: لا حد بيحترم الكبير ولا بيرحم الصغير للأسف. المحلاوي أو المعداوي عفوا بيقول: لمعرفة الحال الأطفال يكفي أن ننظر للطفل جامع القمامة. أنا نور تقول: حال الطفل وحش، بنجبره على التعليم بطريقة سلبية وما فيش حقوق تضمن وجوده. شكرا لتواصل حضراتكم على SMS، على التليفون، وكمان على الفيسبوك. فضيلة الإمام، أنا بشكر فضيلتك جزيل الشكر. شكرا لك. بارك الله فيكم إن شاء الله، ونلقاكم بإذن الله غدا في حلقة جديدة من برنامج والله أعلم. إلى اللقاء.